بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ماسك حكايه. الماسك بتاع النهارده يا بنات هيفتح البشره وهيوحد لونها، وكمان هيديك النضاره وتغذيه للبشره. حلو جدا، هيشد البشره ويحوش لك التجاعيد لو عندك خطوط رفيعه تتشال، ده غير ان هو كمان بيرطب البشره ترطيب عالي. يلا بينا كده نشوف اول مكون معايا. اول مكون يا بنات هيكون دقيق الرز او الرز المطحون. طبعا كلنا عندنا في البيت هنجيب شويه نغسلهم وننشفهم كويس ونطحنهم ونغربلهم ويبقوا معايا بالنعميه دي. طبعا كلنا عارفين ان الرز بيفتح البشره بيوحد لونها، ده غير ان هو كمان يا بنات بيعالج التجاعيد وبيشد البشره. تاني مكون معايا بنات هيكون جل الالوفيرا. هاخد منه معلقه، نحط كده معلقه من جل الالوفيرا. هضيف عليهم ايه يا بنات؟ طبعا عندي كده نص خيارة، انا واخدة النص التاني بتاعها، هاخدها ابشرها واخد العصير بتاعها زي ما احنا شايفين كده. هاخد كده ادي معلقة وادي تاني معلقة من عصير الخيار. هاخد المكونات دي كلها كده اقلبها مع بعض لحد ما احصل على قوام كريمي اقدر افرده على بشرتي. خلاص يا بنات هو ده القوام اللي انا محتاجاه. طبعا انا زودت كمان شويه من عصير الخيار لحد ما حصلت على القوام ده. طبعا الماسك ده ممكن تحطيه كمان تحت العين بيشيل الهالات السوداء. هناخد طبعا بشرتنا تكون نظيفه مغسوله كويس جدا مومية دافيه عشان نفتح المسام، وهناخد الماسك ده نفرده على البشره وعلى الرقبه وكمان على ايديكي، وتسيبيه حوالي تلت ساعه هينشف معاكي كده على البشره. هتفركيه بحركات دائريه خفيفه جدا، وبعد كده هتشطفي بشرتك بميه فتره، وبعد كده مكعبات التلج او ميه بارده تشطفي بيها البشره علشان تقفلي المسام، ولو عندك تونر ادهني بيه البشره، او لو عندك ميه ورد ادهني بها بشرتك، وبعد كده على طول بالكريم المرطب. ودي اهم خطوة لازم ترطبي بشرتك. الوصفة دي بتستخدميها 3 مرات في اليوم خلال ان شاء الله اسبوعين هتشوفي، اسفة 3 مرات في الاسبوع، خلال اسبوعين هتشوفي نتائج حلوة جدا. تحسي ان بشرتك فتحت، لو عندك تصبغات هتتشال، تحسي ان بشرتك اتشدت، توحيد لون البشرة حلو جدا. بتمنى الفيديو عجبك، ما تنسيش تعملي لايك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.